سنبدأ ساعتنا الأولى من الحرة الليلة من الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع تفاقم خطر المجاعة في ظل الحجم الضئيل للمساعدات، إذ تستمر التحذيرات التي تطلق يوميا من خطر المجاعة الزاحف في قطاع غزة في ظل حجم المساعدات الضئيل الذي يصل إلى القطاع، والذي أظهر حسب أرقام نشرتها صحيفة واشنطن بوست نقصا يناهز نصف المليون طن من الغذاء والدواء إزاء ما كان يفترض أن يصل إلى الفلسطينيين هناك. هذه الأرقام أظهرت أن 500 شاحنة كانت تدخل يوميا إلى قطاع غزة قبل الحرب تحمل على ظهرها ما يقارب 15 طنا من المواد الغذائية لكل منها، أي ما مجموعه 7500 طن يوميا. أما بعد الحرب فانخفضت هذه الأرقام بشكل هائل، إذ بات دخول الشاحنات يقتصر على 114 شاحنة يوميا، أي ما مجموعه نحو 1500 طن يوميا. حتى الضجة التي أثيرت بشأن المساعدات عبر البحر لم تأتي بالنتيجة المتوخاة، فجل ما وصل إلى غزة حتى اليوم لا يعادل حمولة 13 شاحنة فقط، أي ما مجموعه 100 طن من المساعدات. لكن من شأن هذه الأرقام أن ترتفع في حال سارت قدما خطة الولايات المتحدة بناء رصيف بحري على سواحل القطاع، ما من شأنه حسب البنتاغون توفير 1700 طن من المساعدات يوميا عبر البحر، أي نفس الرقم الذي يوفره دخول 115 شاحنة إلى القطاع. تشير صحيفة واشنطن بوست في هذا السياق إلى أن 750 ألف طن من المواد الغذائية والأدوية ومواد البناء كان يجب أن تدخل إلى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر حتى 21 من شهر مارس الجاري عبر أكثر من 50 ألف شاحنة، بيد أن حقيقة ما جرى هو أن 16 ألف شاحنة فقط هي التي دخلت تحمل 240 ألف طن من الطعام خلال تلك الفترة، وهو ما أوقع الغزيين في عجز ناهز نصف المليون طن من المساعدات، وهو عجز يجر القطاع وأهله إلى مجاعة أكيدة. معنا من جنيف لنقاش هذا الموضوع عبر زوم المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في جنيف ينس لايركا. مرحبا بك سيد لايركا. النداء تلو النداء، التحذير من المجاعة، ماذا بعد؟ نحن نؤمن وأن البيانات تشير إلى أن هنالك مجاعة حادثة الآن في قطاع غزة. لطالما حذرنا حول هذا الموضوع لوقت طويل. مؤخرا حصلنا على المزيد من البيانات التي تشير بشكل واضح أن على الأقل 100 ألف شخص يعانون من المجاعة في قطاع غزة الآن، وإن نظرنا إلى الأسابيع القادمة ننظر إلى 1.1 مليون نسمة يعانون من المجاعة، وهذا كارثة كبيرة وليس هنالك أسوأ من هذه الكارثة. إن هذا الوضع تم التسبب فيه في غضون 6 أشهر، هذا غير مسبوق ولم نشهد مثله قط من قبل. هل وجدتم أي جدوى للنداءات التي تطلقونها تباعا؟ نعم، ولكن عموما كلا. إنه من الواضح من له القدرة لتوفير والسماح بالنفاذ لمئات الشاحنات التي يجدر أن تدخل كل يوم كل ساعة. حتى الآن إسرائيل لم تفتح النفاذ إلى شمال غزة ونقاط دخول أخرى. نحن نتعامل مع معبرين في الجنوب ومعبران مزدحمان جدا، يقتض على هذين المعبرين مئات من الشاحنات وتواجه العراقيل الكبيرة للدخول إلى غزة. وعندما تدخل الشاحنات إلى القطاع إن الوضع صعب جدا ويصعب فيه توزيع المساعدات بشكل آمن، وهنالك انعدام للأمن والنظام، وإن قوافل الشاحنات التي تدخل من الشمال إلى الجنوب تمنع من الدخول، وهذا يثير الكثير من الاستياء
فإن الاحتياجات الإنسانية تزداد كل دقيقة. هل نتحدث عن منع تحفظ لأسباب أمنية أم منع مطلق دون تفسير؟ يعني في تواصلكم، في آلية تواصلكم مع الجانب الإسرائيلي، ما الرد الذي تسمعونه؟ أولا هنالك حرب قائمة، والقوافل الإنسانية غير حاصلة على الحماية. نحن مدنيون ونأتي بالمساعدات إن كانت أنواع المربى، الفستق أو غيرها، أو الأدوية أو غيرها، وكلها للمدنيين، ونحن لا نحظى بالحماية. في الصراعات في هذه الحالة تحديدا نحتاج إلى الأطراف، وهنا الجيش الإسرائيلي، نحتاج إلى الجيش الإسرائيلي لتأمين الحماية، لا سيما بأننا نحيطهم علما بتحركاتنا، وهذا لا ينفع. علينا أن نعبر المعابر والحواجز ونمنع من الدخول، ويطلب منا أن ننتظر لأوقات طويلة فتغيب الشمس، وعلينا العودة لأنه يكون من غير الآمن والسالم أن ندخل بعد ذلك. هي أنواع العوائق التي نواجهها. إن المسؤولية على عاتق الطرفين في هذا الصراع للسماح وتسهيل ومساعدتنا نحن كعاملي إغاثة للوصول إلى الناس. هذا لا يحدث كما يجدر أن يحدث. لذلك نرى بأننا على وشك أن تحدث هذه المجاعة الكبيرة الشاملة، فالمئات الآلاف قد يموتون جوعا من هذه المجاعة. في أي أفق يمكن أن نرى الميناء المؤقت برأيك؟ وهل هو الحل؟ عندما قلت للتو بأننا نرى بعض المساعدة من الأسرة الدولية، هذا صحيح. اليوم لقد رأينا قرارا إضافيا من محكمة العدل الدولية تطالب إسرائيل بالعمل معنا فورا. نحن الأمم المتحدة تطالب في هذا القرار بفتح المعابر إلى قطاع غزة في الشمال لكي نتمكن من إدخال المساعدات. أيضا منذ أيام اعتمد مجلس الأمن قرارا يطالب بوقف لإطلاق النار، ووقف الإطلاق النار ضروري من أجل إدخال المساعدات، ومن أجل أن نتمكن من الحركة بشكل آمن في قطاع غزة. هذا هو الحل الأمثل، ونحن ندرك أن هنالك أسباب سياسية، ولكن دون وقف إطلاق النار يجب منح الدخول لهذه الشاحنات إلى قطاع غزة. هل في ما يتوفر من المساعدات حتى الآن، وما يدخل عبر القطاع وما يسقط جوا من حين إلى آخر، هل هنالك خطة تضع الأولويات بالنسبة للفرق الميدانية التي تتبع الأمم المتحدة والتي تنسقون معها، خاصة بالنسبة لمنطقة مثل الشمال؟ نعم طبعا، كعاملين في المجال الإغاثي نخطط بدقة وبحذر كيف نقوم بعملية توصيل المساعدات والطريقة التي نقوم بها لإدخال المساعدات. إن تذكرت في السنة الماضية حدث أسبوع جرى فيه وقف لإطلاق النار، تمكنا من إدخال الكثير من المساعدات، أملنا بأن يتم تمديد وقف إطلاق النار، لم يحدث ذلك. وبعد ذلك واجهنا التحديات جمة في العودة إلى القطاع. طبعا لدينا خطط ونحن قادرون ومتمكنون من خلال دعم المانحين الذين سيدفعون لهذه المساعدات، نحن قادرون على إتقانها، ولكن الوقت ينفذ. يانس لايرك من جنيف، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا في جنيف، شكرا جزيلا لك.
ابقى مع هذا الملف. ومن واشنطن ينضم إلينا نائب مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق الأدنى جوردون غراي. مرحبا بك سيد غراي. هل يجب أن نرى المرفأ الأمريكي قريبا؟ وهل باتت الحلول التي تخلقها الولايات المتحدة أو أي أطراف أخرى بعيدا عن تلك التي يمكن أن تحقق عبر ببساطة السماح من قبل إسرائيل بدخول عشرات الآلاف من الأطنان من المساعدات المتكدسة عند الحدود، هل باتت الحلول الفردية هي السبيل الوحيد؟ لقد سألت عددا من الأسئلة الممتازة حول الرد على كل سؤال لوحده. أولا بالنسبة لبناء الرصيف، عندما تم الإعلان عن ذلك منذ أسبوعين، إن التقديرات الأولية للوقت اللازم لبناء هذا الرصيف كانت شهرين، 60 يوما. أعتقد للأسف بأنه من غير الواقع أن نتوقع أن هذا الرصيف سيكون عاملا وشاغلا ليكون قناة لتوصيل المساعدات الإنسانية قبل شهر مايو القادم. هذا ردا على سؤالك بالنسبة للرصيف. أما عما تفعله الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، أقول أن العمل مستمر مع المصريين والقطريين والمسؤولين في الحكومتين ومع المسؤولين الإسرائيليين للتفاوض حول شروط وقف لإطلاق النار. الولايات المتحدة وأعتقد كذلك المسؤولين المصريين والقطريين يدفعون من أجل وقف إطلاق النار مدته 6 أسابيع. كما أشار ضيفك من جنيف منذ لحظات، الوقف لإطلاق النار لتسهيل توصيل المساعدات الإغاثية التي يحتاجها المدنيون في قطاع غزة بشكل ملح. هذه المقاربة الثنائية الأطراف التي تتبعها الولايات المتحدة. أما أيضا على المستوى الثنائي مع إسرائيل، الولايات المتحدة تستمر بحث إسرائيل من أجل تسهيل توصيل هذه المساعدات، والفرق الوزارية التي كان مزمع أن تزور واشنطن هذا الأسبوع، لقد ألغى رئيس الوزراء نتنياهو زيارة هذا الوفد بعد قرار الناتج عن مجلس الأمن الدولي. أما الآن فقد تراجع عن هذا الموقف، وسيأتي هذا الوفد إلى واشنطن. هذه الزيارة ستوفر للولايات المتحدة فرصة ثانية للحديث مع المسؤولين الإسرائيليين المقربين من السيد نتنياهو، ونأمل أن تحقق هذه الزيارة بعد التقدم لإقناع الإسرائيليين للسماح بالمزيد من المساعدات الإنسانية للدخول إلى غزة. العائق في إدخال هذه المساعدات من الجانب الإسرائيلي هو للضغط من أجل الوصول إلى صفقة، يعني الضغط بالمدنيين، استخدام المدنيين. إلى أي درجة يعني لدى الولايات المتحدة القدرة على تحييد هذا الجانب الإنساني من الاستخدام من لدن أي طرف، سواء كان إسرائيل أو غيرها، على طاولة المباحثات الآن؟ للولايات المتحدة عدد من الأدوات التي قد تسخرها من أجل زيادة الضغط على السيد نتنياهو بالنسبة لمقاربته للحرب في قطاع غزة. لقد رأينا الأدوات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ممتنعة عن التصويت بالنسبة للقرار، وفيما كانت في الماضي الولايات المتحدة كانت تستخدم حق النقد، فالتصويت بالامتناع يزيد الضغط والضغط السياسي.
أيضا هنالك أدوات دبلوماسية أخرى يمكن الولايات المتحدة استخدامها، وأعتقد يجب أن تستخدمها. لا سيما في ضوء الدعم الذي قدمه الرئيس بايدن لرئيس الوزراء نتنياهو ولإسرائيل منذ الهجمات الإرهابية في 7 أكتوبر. أعتقد أن الولايات المتحدة ستنتهج نهجا فيه المزيد من الضغط، وهذا متوفر إن شاءت الولايات المتحدة فعل ذلك، أم إن نفذ في نهاية المطاف صبر الرئيس بايدن مع إصرار الرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بعدم السماح بالدخول المساعدات إلى غزة. غوردون غراي من واشنطن، نائب مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق الأدنى، شكرا جزيلا لك.